من بين ايضا الموضوعات الهامه معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وكاله الفضاء المصريه بالتعاون مع جامعه هيرتفوردشاير بالعاصمه الاداريه الجديده احتفلت باليوم الخاص بيوم القمر العالمي، وده يوم دولي حددته الامم المتحده وبيوافق الذكرى السنويه لاول هبوط بشري على سطح القمر في اطار مهمه ابولو 11 اللي ارسلت الى القمر. تعالوا نشوف التقرير التالي. قفزة عملاقة للبشرية، أول كلمة من على سطح القمر قالها الرائد الفضائي نيل أرمسترونغ، وهو أول من هبط على سطح القمر يوم 20 يوليو سنة 1969، يعني من 53 سنة. ومن ساعتها توالت الأبحاث والاكتشافات الخاصة بدراسة القمر، وأصبح تاريخ 20 يوليو هو ذكرى الهبوط الأول. سنة 2019 الأمم المتحدة قررت تحتفل سنوياً وبشكل رسمي بذكرى الهبوط على سطح القمر، والاحتفالات توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا. ولما رجعت تاني مصر استضافت الاحتفالية الأولى من نوعها عن طريق وكالة الفضاء المصرية اللي تم إنشائها سنة 2018 بهدف استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وكمان بناء الأقمار الصناعية وإطلاقها. تم تسمية اليوم ده اللي هو 20 يوليو كاليوم العالمي للقمر. النهاردة دول كتيرة جداً فضائية أو غير فضائية بتحتفل بيوم القمر، ومصر طبعا ليست بعيدة عن هذا الحدث، فالجامعة هنا مشكورة نظمت هذا الاحتفال. ابتداء من هذا العام والأعمار القادمة سنكون مشاركين للعالم كله في الاحتفال بيوم القمر. في الوكالة حاليا احنا بننفذ مشروع مهم جدا، وهو تلسكوب فضائي لرصد الأجسام الفضائية اللي موجودة اللي بتعدي على مصر واللي موجودة في مصر، سواء الأجسام دي حطام فضائي أو مركبات فضائية. ولأول مرة بنستخدم في هذا التلسكوب تقنية الذكاء الاصطناعي عشان يتعرف على الصور مباشرة بدون التدخل للعامل البشري، ويقول ايه هي الصور دي اللي موجودة في الفضاء الخارجي المحيط بمصر. احنا يعني متعاونين مع الوكالة بقالنا فترة، الطلبة بتاعتنا بتزور الوكالة كل سنة في رحلات منتظمة، واستضفنا قبل كده من كام شهر برضو ايفنت تانية عن الحياة على سطح المريخ، وكان ايفنت ناجح جدا الحقيقه. اهم حاجه ان ده هو معمول للتوعيه، توعيه الناس والشباب كلهم بالاستكشافات القمر والاستخدامات لهذه الاستكشافات في الاغراض السلميه، وده اللي قررته اليونسكو باعلانه ان هو بدل ما يبقى يوم قومي امريكي اعلنوا في ديسمبر انه هيبقى يوم عالمي ويحتفل بيه كل العالم في نفس الوقت، فكل العالم بيحتفل بيه في نفس اليوم زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. الاحتفاليه كانت باستضافه واحده من الجامعات الاجنبيه بالعاصمه الاداريه الجديده، وتميزت بحضور اثنين من رائدات الفضاء من الولايات المتحده الامريكيه اللي شاركوا الحضور بقصصهم وتجاربهم الملهمه، وخصوصا انهم شاهدوا الهبوط الاول على التلفزيون وحققوا حلمهم لحد ما هم كمان طلعوا القمر. سعيدة جدا باستضافتي في مصر في الاحتفال الأول من نوعه بذكرى الهبوط على القمر، وخصوصا أني حضرت وأنا طفلة في التلفزيون، وكان حلمي أكون رائدة فضاء وحققته. أنا رابع سيدة من أصل إفريقي سافرت للفضاء بعد ما اترفضت أكتر من مرة، ومشاركة القصص الملهمة في الاحتفالية النهاردة فرصة كويسة لرفع الوعي بأهمية دراسات القمر، وكمان تشجيع وإلهام كل الحالمين بإن الأحلام ممكن تتحقق زي قصتي. سعيدة بالمشاركة المصرية وتحديداً وكالة الفضاء المصرية اللي هتكون مستقبلاً المركز الإقليمي للمدن التناظرية. الاحتفال فريد من نوعه، والأول مرة هيكون في فرص متنوعة لنشر الوعي بأسباب وأهمية الاستكشاف القمري، ومشاركة مصر في الاستكشافات لها طابع ودور خاص. أنا سعيدة بيها جداً. النهارده احنا بنتكلم على في بروجرامات كتيره قوي اللي الوكاله عاملاها، وبنبتدي ننشر الحاجات اللي بتحصل في الـ في الـ في الـ
الأشهر اللي جاية، وواحد منهم هي Space Ambassador Program اللي هو احنا بنحاول نخلي يبقى فيه عندنا نشر أكتر عن اللي بيحصل في الفضاء في مصر، وبيكون عندنا ناس برضو بتنشر شغلهم بيشتغل على إيه والبحث بتاعهم بيشتغل على إيه، وبنحاول نخلي المصريين أكتر يكونوا عندهم يتحمسوا أكتر على اللي بيحصل في الفضاء. احنا عندنا دلوقتي عايزين نعمل ستيشن تناظرية هنا في مصر، وهتكون أول واحدة في أفريقيا، ودي هتساعد قوي في البحث اللي بيحصل في الحتة بتاعت رواد الفضاء التناظريين، عشان يكون عندنا يكون في إمكانية أكتر للمصريين يبتدوا يعملوا شوية البحث ده، ويبقى ناس متحضرة أكتر إنها تبقى رواد فضاء مصريين، ونحضرهم في مصر، ونحضر برضو نفسنا إزاي نبقى مستعدين لما يكون يجي اليوم إن إحنا عايزين نبعت ناس للفضاء. بجانب مشاركة التجارب الفضائية، اليوم كمان احتوى على ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية لصغار المهتمين بالفضاء، ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمي فرصة لتثقيف الجمهور ورفع الوعي بالاستكشاف المستدام للقمر، وتعزيز التعاون العالمي بدعم الأمم المتحدة لإنشاء مدن تناظرية عالمية في المستقبل عشان تربط الاستكشافات سوا، وهتكون مصر المركز الإقليمي والوحيد ليها في القارة الأفريقية. زي ما تابعنا مع حضراتكم، يعني كان هذا احتفال باليوم الدولي اللي حددته الأمم المتحدة لأول هبوط بشري على سطح القمر. الحقيقة أن مصر مؤخراً بقى فيه اهتمام كبير جداً باستحداث علوم الفضاء، ومهتمين جداً بعلوم الفضاء، وعندنا إنجازات كبيرة جداً في هذا العلم تحديداً، لأن هو ده يعني مش هقول المستقبل، هقول الحاضر اللي بالفعل فيه دول كتير جداً سبقتنا ليه، واحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نلحق بركب هذه الدول. نفسنا يكون عندنا رواد ورائدات فضاء كتير، زي ما كنا بنسمع رائدة الفضاء اللي تحدثت انها رابع رائدة فضاء أفريقية، وانها كان نفسها كمان انه يبقى فيه اكتر من رائدة فضاء أفريقية. على اي حال يعني 8 صباحا، يعني قبل 8 صباحا بس انا كنت عايز اقول ان فكره وكاله الفضاء المصريه ده كان حلم، الحلم النهارده اتحقق، وبنجيب كمان خبراء يشاركونا قصص النجاح، ففعلا احنا بنتقدم على الطريق الصحيح.